الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية اليوم هي واقع موجود في المملكة المغربية، ليست شعارا أو عناوين كبيرة يمكن أن نناقشها يعني في ندواتنا التي ننظم أو في لقاءاتنا، أو أن تتحدث الحكومة عن رغبتها في تنفيذ الحماية الاجتماعية. جميع المواطنين المغاربة اليوم يتمتعون بالتغطية الاجتماعية حسب الخانة التي هم موجودون فيها. 10.5 مليون مواطن مغربي بكلفة 10 مليار درهم يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية المتضامن المجانية. حوالي 3.6 مليون أسرة تتلقى دعما اجتماعيا شهريا، إما عبارة عن منحة جزافية أو عن التعويضات المباشرة للأبناء. والأفق ما زال مستمرا طبعا في إطار إصلاح التقاعد، ثم بعد ذلك في مستوى ثالث إصلاح التعويضات عن فقدان الشغل. بالرغم من هذه الكلفة المالية التي أقرها هذا الإصلاح الكبير الذي يقوده جلالة الملك، الحكومة في نفس الوقت فتحت ورش الحوار الاجتماعي، لكن لم تفتحه فقط للاستماع أو للإنصات، ولكن للاتفاق مع النقابات حول عمق الإصلاحات التي سوف تباشرها بلادنا. وطبعا كان من الطبيعي لهذه الاتفاقات أن تولد طبعا مجموعة من المكتسبات للشغيلة. فالسؤال مرتبط بالانعكاس المالي، حوالي 45 مليار درهم، 44.835 مليون درهم، 44 مليار و835، هذا رقم كبير جدا لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان في أي وقت كان أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى. 45 مليار درهم، بدينا في 23، احنا غاديين في 24 و25 و26 سوف يتم تنفيذ. إذن هذه هي الكلفة ديال الحوار الاجتماعي. نعم، عدد المستفيدين من هذه الزيادة كل هذه الأجور هي حوالي 1,200,000، بالضبط 1,127,000 موظف. هذا طبعا ما حسبناش واحد جوج المليار كنتو كتذكروا كانت في سنة 2022 من أجل الوفاء بالمتأخرات ديال الترقية ديال رجال التعليم واللي تحدثت عنها في هذه الندوة غير ما مرة. طبعا هذا 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 كله غادي ينعكس على لاماس سالاريال، على كتلة الأجور في بلادنا، وغادي تعرف واحد الارتفاع مضطرد سنة بعد أخرى. لكن العناوين الكبيرة اللي خصنا ننتبه لها والعنوان الكبير هو انتقال الأدنى الصافي الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة ديال 50%. هذا أيضا مؤشر مهم. مراجعة الضريبة على الدخل كانت سابقا وغادي تتعزز أكثر في السنة المقبلة، واللي غادي يكون عندها واحد العائد لهؤلاء الأجراء والموظفين. حذف سلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36%. رفع من قيمة التعويضات العائلية اللي قررته هذه الحكومة. زيادة العامة في الأجور خاصة المتعلقة برجال موظفي قطاع التربية الوطنية. أيضا إحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلية لفائدة أطر التربية الوطنية. إقرار بعض الإجراءات الأخرى لفائدة الأطر التعليمية خاصة إحداث الدرجة الجديدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي. منح سنوات من الأقدمية الاعتبارية، هادشي كله عنده كلفة مالية. تسوية وضعية المتصرفون التربويون والمستشارون في التوجيه. تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم الاستدلالي 509، وهذا كان التزاما حكوميا قبل الحوار الاجتماعي، لأن الحكومة كانت تستشعر أن هناك حيف يتعرض له الأطباء، لأنه الدكتورة في الطب آنذاك لم تكن تساوي الدكتورة في اختصاصات أخرى. مراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة لفائدة الأساتذة الباحثين في كلية الطب والصيدلة. زيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة خاصة لزيكس أسيستون ميديكو. تحسين وضعية الأطباء العسكريين والممرضين العسكريين. الاتفاق الكبير الذي كان مع قطاع التعليم العالي، تحسين وضعية الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، وأيضا وجملة من الإجراءات. وطبعا الاتفاق الأخير اللي كان في الزيادة ديال 1000 درهم، واللي اليوم هذه المراسيم هذه هي اللي كت يعني تنفذ هذا الاتفاق بداية من هذه من هذا الشهر، وإن شاء الله في السنة المقبلة 500 درهم المتبقية. إذن هذا المجهود الكبير الذي قامت به هذه الحكومة قامت به لأنها تؤمن بأن ورش الدولة الاجتماعية
هو ورش متكامل يهم طبعا الطبقات المستضعفة اللي كتستفد من نظام ديال التغطية الصحية وتستفد من الدعم الاجتماعي، وأيضا من الطبقات الأخرى خاصة الطبقات الموظفين والأجراء وغيرهم من أصحاب المهن الخاصة والذين استفادوا من إمكانيات كبيرة خاصة في إصلاح المنظومة ديال التغطية الصحية وغيرها من المبادرات اللي قامت بها هذه الحكومة، وطبعا مع الحفاظ على نفس النفس على مستوى دعم مجموعة من المواد. اليوم هذه الحكومة تدعم المدخلات في القطاع الفلاحي، تدعم الأسمدة، تدعم النقل، تدعم يعني عبر صندوق المقاصة، تدعم عبر المكتب الوطني للكهرباء والماء والذي عرف دعما يعني مرات عديدة جدا، والهدف هو أن نحافظ على الأسعار، أسعار الكهرباء والماء في مستواها العادي. هذا طبعا دون أن نستحضر الأمور الطارئة واللي في طليعتها يعني البرنامج الوطني الكبير لمحاربة نقص الماء ومياه السقي الذي يكلف كلفة مالية يعني تبلغ 147 مليار درهم. فهذا المجهود الحكومي هو مجهود اليوم نشعر بأنه أصبح ينتج أثره لدى المواطنين وينتج أثره أيضا لدى يعني الصورة العامة لبلادنا والاستثمار. وكل التقارير التي صدرت سواء منها التقارير الوطنية أو التقارير الأجنبية تؤكد هذا المعطى وتؤكد بأن الإصلاحات اللي قامت بها بلدنا اليوم يعني بلدنا كتجني الثمار ديالها.